هزت قضية إمام المسجد بطنجة والتي بات يعرف بفقيه زميج الرأي العام وخلقت حالة من الغضب في صفوف المغاربة. وابتدأت قصة الفقيه الحامل لكتاب الله سنة 2011 حيث اعتدى لأول مرة على طفلة قاصر داخل الكتاب القرآني، حيث صرحت تحية الاعتداء الأولى أنه كان يستدرجها إذا مرحاض ويقوم بأفعال دنيئة، وكان يكرر أفعاله في الصباح الموالي وفي المساء. وفي تصريح لضحية أخرى قالت أنه كان ينهال عليها بالضرب في حال ما رفضت الخضوع لنزواته، وأشارت أن عمرها كان 7 سنوات ولم تكن تعرف خطورة الأفعال التي كان يقوم بها، فقد كانت تذهب إلى المرحاض ويتحسس خطواتها ويمسكها من فمها ويمارس عليها الجنس بالعنف. وقالت طفلة أخرى أنه كان يضربها بإناء الماء ويعاقبها في حال ما رفضت الخضوع لنزواته الجنسية، مشيرة إلى أن المعتدي كان يهددها بالذبح والعقاب الشديد. وفي وقت تبعد مصادر مقربة من الفقيه البالغ من العمر 43 سنة والموقوف بتهمة الاعتداء الجنسي وتؤكد أن الأمر يتعلق بتصفية حسابات، تؤكد محامية الضحايا أن الفقيه المشتبه فيه الذي يخضع للتحقيق والذي يلقن الأطفال القرآن اعترف باغتصاب 8 إناث و4 ذكور والعدد مرشح للارتفاع، وذلك على مدى 8 سنوات مع افتضاد البكارة لـ3. وعرفت القضية بعدما قررت 4 طفلات قاصرات التوجه مع أفراد عائلتهن إلى مركز الدرك الملكي التابع لمنطقة ملوسة للتبليغ عن تعرضهن للاعتداء والتحرش الجنسي من طرف الإمام. واعترف الفقيه المتهم أثناء البحث الأولي معه من طرف عناصر الضابطة القضائية بأنه فعلا ارتكب جريمة هتك عرض قاصرات يشرف على تدريسهن بالكتاب القرآني المتواجد بقرية زميج. وكان الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بطنجة أعلن أنه إثر تقديم شكايتين بشأن تعرض 6 قاصرات لهتك العرض واستنادا إلى الأبحاث والتحريات المنجزة من طرف المركز القضائي للدرك الملكي بطنجة، تم تقديم المشتبه فيه أمام النيابة العامة بتاريخ 19 شتنبر 2020. وأضاف الوكيل العام للملك بطنجة في بلاغ أنه تقرر تقديم مطالب بإجراء تحقيق للاشتباه في ارتكاب المشتبه فيه وهو موظف ديني جناية هتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة بالعنف، وهتك عرض قاصرات دون سن 18 سنة نتج عنه افتضاد. إلى عجبكم الفيديو ما تنساوش الاشتراك والضغط على الجرس باش يوصلكم الجديد.